بزاف. انا تفاجات بزاف ديال العداوه كاينه ومقاطعه كاينه او ما كايناش. انا وانا جيت ما بقيت عارف كاع مع من نهضر، واش نهضر مع ناس عندك هذاك. وانا نقول لك انا واحد الوقت قالوا لي عندك ما تهضرش مع ابو السهل، راه عنده هو راجلنا. هضرت مع السيد محايد، راجل طيب، جاوبنا. علاش انا نبقى دابز معاه الا شي واحد عنده شي اشكال ولا ما نعرف؟ علاش انا شنو ضربي؟ نسميو الاسماء الاشياء بمسمياتها. كاين خلاف مع راديو مهرز، انا يا ما عندي معاه حتى حاجه. فعلا كان مشكل مع شي كان شي قدام، وكان مشكل مع الجمهور. انا مستعد نحل المشكل تدريجيا، بما ما غاديش نجي نصطم على الكرامه ديال الجمهور ولا ابدا. ولكن من موقعي كمسؤول ما نخليش لانني ندوب الخلافات ليك، الا داك الاعلام اللي خدام عليك. وخصني نقولوها، كاينين ناس يمكن لا ميسيون ديالو، المهمه ديالو يدابز معاك ويسوهك ويدير لك الفرقه. هذا ما يمكنليش. واحد جاي بالعود لعينيك وانا غادي نعلق نبوسو، ما يمكنش. ولكن تنقول لك نفاتح على وسائل الاعلام كاملين، الرجرة ديال الشعب. وكاينين اعلاميين وكاينين اعلاميين رجاويين مدابزين مع الرجاء. هذه هي اللي ما تدخلش الدماغ. مي انا تنطلبها، انا تنقول كنواعد وسائل الاعلام كامله وغادي يكون عندنا تواصل وغيكون عندنا راه كاين فعلا تشبيه الربيج. انا تنقولها يعني واحد عندي راباج ديال الندوه، انا راه ما كانش عندي بعدا الحق ندخل هنايا ونقال قلنا ندخل لهاد القاعه باش نجي نقول لي حيد. انا لو كون عرفت القاعه قد هكا والله ما نجلس فيها. ولكن هادشي لا، الله جوغي ايمي ندير شابيتو لداخل هيك ويجيو بزربة الناس متخصصين الصباح طق 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 كليماتيزي وجالسين وتيدوروا علينا الماء ويدوروا علينا اتاي وقيوه ويدوز الظروف احسن. اعدكم بما هو احسن كلقاءات صحفيه وسائل الاعلام اللي جلس وسائل الاعلام اللي طريح وتعرف شنو تقول. هذا راه يكهرب شحال من واحد ما خلاش غير يدخل يقدر يكع على الرجاء حيت واحد حبسوا ليه. علاش؟ انا تنقول لك ما غيبقاش هذه الاشكالات. ولكن راه مطلوب من هاد وسائل الاعلام الله يجازيكم. انا تنهضر يوقع المشكل وحزازات غير هكذاك غراتفيت، ما غنخليوش الحزازات. راه منين نستدعي مسؤول ونبدا نتيري في ايه ونتيري في الفرقه كيفاش بغيتي يتعامل الجمهور؟ هادي راه الرجاء راه راس مالها جمهورها اكيد راه كيولي ضحك. مثلا انا لو كنت جي شي واحد يقول لي ما تمشيش ما تهضرش مع هذا، لا نهضر. انا ما عندي اشكال، انا مترشح بعدا. ولكن في هذيك الفتره نبين انه ما عندي مشكل، نمشي عند هادو نمشي عند هادو. الانسان خصو غير ما تنهضرش على مثلا اسمع لي هادي اللي مخلص عليك، مخلص عليك باش يثيري فيك. وهذا الشيء راه كاين. اذا بغينا نهضروا الهضره ماشي كما تنقول ديال لغه خشب، وكي كتشوفني اليوم غتشوفني غدا. الا شي واحد يعني منبر ولا وكيتيري في الرجاء راه كيتيري فيا ديرك. يعني ما يمكن ليش نبدل ليه يدي. وانت بيدك الا قلت لك اجي شوف هذا اش دار هذا ولا شنو دار الاخر ما غيعجبكش. ولكن كاينين دابا منابر اللي مثلا كاينه معاهم القطيعه، انا ما عرفتش واش كيدخلوا ولا ما كيدخلوش، غنصلح معاهم الجرح بشرط انهم اولا اللي عنده اعتذر الجمهور اللي غلط مثلا، وماشي منين اعتذر راه انا ضعيف ولا خسرت. اذا كنتي عندك نيه صافيه وقع سوء تفاهم وركب عليه وجاو واحد الخلافات وواحد العداوه، علاش نقاطعو؟ الرجاء راه جمهور ديال 7 مليون، اي منبر خصو يربحو، علاش يتعادى معاه؟ وحنا محتاجين لتابع الصحافي، انا محتاج الراديو مارس يهضر معايا وما يتهلاش فيا، علاش؟ انا تنقولها وهي فعلا، وانا ما نتقبلش شي واحد يقول لي انا ما تهضرش مع هذاك ولا، ولكن مني يهضر معايا ويتيري في الرجاء نتيري فيه.